الرئيس الأمريكي شارك بعيد الشكر على طريقته بأن يصفح عن ديك الرومي، خلافا للعديد من الأمريكيين الذين سيتناولون الديك الرومية ليلة عيد الشكر. في الولايات المتحدة حوالي 45 مليون ديك رومي يتم تناولها على مائدة عيد الشكر. على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، العائلات الأمريكية لا تفوت العشاء التقليدي. متوسط تكلفة الطير الواحد ارتفعت من 18 دولارا في ظرف عامين إلى أكثر من 22 دولارا بحسب الأرقام الرسمية. كل سنة يزداد الطلب عن السنة التي سبقت، لطالما أن الأمريكيين لا يريدون الاستغناء عن الديك الرومي خلال عيد الشكر، بالتالي فهم سيعانون حتما خلال بقية موسم الأعياد. المحللون يتوقعون زيادة في المبيعات بحدود 3.5% فقط هذا العام بسبب تراجع المبيعات في الربع الثالث، وتجار التجزية يتحضرون ليوم الجمعة السوداء. بعض السلع الباهظة يتم شراؤها قبل يوم الجمعة السوداء لتوفير الكثير من المال. لا أعرف ما إذا كنت سأخرج يوم الجمعة، لأن الأجواء صاخبة وأنا لا أحب الصخب. محلات وورمارت الشهيرة خططت لفتح أبوابها في يوم عيد الشكر عند 8 مساء، وكذلك العديد من المحال المشهورة، حيث تشير دراسة أجريت مؤخرا أن 23% من المستهلكين يعتزمون التسوق في المتاجر في يوم الشكر، وهي نسبة زادت عن العام الماضي. ارتفعت ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى في 5 أعوام في نوفمبر تشرين الثاني مع تحسن سوق العمل وأسعار المساكن، لكن الأمريكيين يتخوفون من صرف مدخراتهم مع اقتراب موسم التسوق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الأزمة المالية بحلول نهاية العام.